لم أحب شيبس ليز. لا أفهم، هل انتهى؟ أوه يا إلهي، ماذا سأكل الآن؟ بالضبط، يجب أن أحضر الجميع حتى يضيفونني شيئاً لذيذ. هكذا ليندا، سأبدأ معك. هيا هيا أضرب، هيا. أوي، ما الذي يحدث؟ أوه، أنا أسقط. هيا، بقي القليل، خذ هذا. كم هو جميل أن أجلس على كرسي الهزاز في يوم الصيفي. وها هي كعكتك من الشيف، يعني مني. أوي، أنا أنجز بلا مكان ما. طريقة تقديم فريدة من نوعها. أين نحن؟ ما الذي يحدث؟ مرحبا بكم في تحدي الطبخ. أريدكم أن تسعدونني بعصير الليمون البارد في الجولة الأولى. ماذا؟ نعم، هذا سهل جدا. بالطبع سأحضر الليمونادة. آه، سهلا جدا. إذن أرى بالفعل من أين سأبدأ. أحتاج إلى أخذ الليمون وعصر كل العصير منه. للقيام بذلك لا يكفي فقط الضغط عليه، أحتاج إلى الكاراتيه. خذ هذا، خذ هذا من الجدة. لكن هذا لا يكفي. لا بأس، سأستخدم الشوبك. بمساعدته سأجعل الليمون يعطيني الكمية المناسبة من العصير بالتأكيد. جاهز؟ الآن يمكن عصره في الماء بسهولة. واو، رائع! حان الوقت لي لكي أبدأ. لن أستخدم الليمون، فهو حامض جداً. بدلاً من ذلك سأخذ البرتقال الناضج. ألذ بكثير، ومن الأسهل إخراج العصير منه. هكذا. أوي، عيني، كم هذا مؤلم. برتقال غبي، لقد ألمني حقاً. جدتي انظري. ليندا، عليك أن تكوني أكثر حذراً. سيتعين علي التفكير في شيء آخر. بالضبط، لدي فكرة. لماذا علي تحضير أي شيء على الإطلاق؟ يكفي أن هناك الكولا المفضلة لدى الجميع. يبقى فقط وصلها بجهاز خاص يصب الكولا في أكواب. هكذا؟ أوه، لم أكن أعتقد أن الزجاجة ثقيلة جداً. لكنني فعلتها، سوف تفرح مايلي. تفرح؟ إنها فقط كولا. أما أنا سأصنع عدة أنواع من الليمونادة. لكل نوع لدي شراب خاص. وبمساعدة هذه الآلة يمكنني مزج هذا الشراب جيداً، وأيضاً إعطاء الكمية المناسبة من الغاز له. أضيف الشراب الآن. أضع الغطاء في الأعلى وأشغل الآلة. فقط انظروا كم يبدو جميل هذا. وسأقدم تحفتي بعلبة الفانتا. أعتقد أن هذه فكرة رائعة. فقط انظروا، بالطبع كالعادة عبقري. ولجعل الأمر مدهش أكثر، سوف ألحم قمم البرطمانات مرة أخرى. بهذه الطريقة سأحصل على النتيجة التي أريدها. لن تعرف مايلي بالطبع أنني صنعت هذه الفانتا، لكن بالطبع طعم عصير الليمون خاصتي ألذ بكثير من الفانتا. أضعهم هنا ويمكن التقديم. لماذا تصعب الأمور جدا؟ مايلي تحب عصير الليمون العادي. لماذا لا أضيفها هكذا بهذه الطريقة؟ واو، رائع! لم أكن أتوقع أنه سيكون هناك الكثير من الليمونادة. سأجرب ليمونادة جدتي أولاً. أي، هذا حامض جداً. لا، لا أحبه إطلاقاً. أريد شيئاً آخر. كولا، لدي كوب خاص هنا، سأشرب به. أوي، أعتقد أن هذه الزجاجة على وشك طيران بعيداً. بالضبط. أوه، أنا لست الملامة.
هذا غير نافع له. تبقى المرشح الأخير وهو آلة الليمونادة من الشيف كوينتن. من الجيد أن لدي عملة معدنية. واو واو، ظاهرياً لا يمكن تمييز هذه الليمونادة عن الفانتا الحقيقية. دعونا نرى كيف مذاقها. طعمها مذهل أيضاً. كوينتن مبروك الفوز. شكراً لك، عملت بجد حقاً. هذه المرة أريد شيئاً أكثر أهمية. على سبيل المثال الآيس كريم. سيكون لديك آيس كريم. بالطبع حفيدتي. آيس كريم، لدي فكرة. لماذا لا أستخدم مخفوق الحليب نسكويك وعصير المصاصة؟ من الجيد أن لدي ما يكفي من المكونين. ويمكنني أيضاً أكل هذه المجموعة الكاملة من المصاصات. هذا يسمى اللذاذة الحقيقية. الأعواد جاهزة. كل ما تبقى هو دفعهم مباشرة في صناديق الكوكتيل. والآن يجب وضعهم في الثلاجة حتى تتحول هذه الكوكتيلات نفسها إلى آيس كريم. هكذا. هذا غباء. أنا سأصنع الآيس كريم من مكونات طبيعية. لذلك أحضرت المربى الذي قمت بطهيه بنفسي. مايلي تحبه جداً. ولدي قالب خاص. بفضله يمكنني الحصول على شكل الآيس كريم المثالي. أضع المربى في القالب. وأدخل العصي. وأضع الآيس كريم في الثلاجة. ليس علينا الانتظار طويلاً. ولكن حتى لا أنسى الآيس كريم سأقوم بضبط المنبه. عندما يرون سوف أقوم بإخراج الآيس كريم. والآن أقف وأنتظر. كم أريد النوم. لصنع الآيس كريم الخاص بي سأستخدم طبقاً خاصاً للتبريد. وسأضع عليه قطع فاكهة التنين هذه. هكذا. وبعد ذلك يجب علي هرسها جيداً. ثم يجب سكب هذا المهروس بالكريمة وخلطه جيداً. أعتقد أن مثلجاتي جاهزة الآن. حان الوقت لإخراجها. إذن أزيل الورق المقوى وأتذوق. الطعم غير واقعي. الجزء الأول من طبقي جاهز. يبقى وضعه في طبق. نعم، هذا المطلوب. والآن يجب فعل نفس الشيء مع الفواكه المختلفة. سيكون التالي الكيوي. بالتأكيد سوف تسعد مايلي بمثل هذا الآيس كريم متعدد الفواكه. الفاكهة التالية المانجو. أشعر أن هذه التحفة الخاصة بي ستكون رائعة فقط. انظروا فقط كيف يبدو هذا الآيس كريم لذيذاً. انتصاري مضمون. مايلي، دعينا نقيم بسرعة. كل شيء جاهز عندي أيضاً. توقف، أين جدتي؟ يبدو أنها ذهبت إلى الثلاجة. كيف ذلك؟ لقد نمت. حان الوقت لإخراج المثلجات والركض إلى حفيدتي. جاهز؟ شهية طيبة. واو، كل شيء يبدو فاتح للشهية جداً. هذه المرة سأجرب مثلجات ليندا أولاً. لذيذة بالطبع، لكنها باردة جداً. هذه ليست بوظة، إنها جليد حقيقي. والآن أجرب ماذا أعد كوينتن لي بشكل غير عادي. لذيذ أيضاً، لكن بارد مجدداً. على الرغم إنه مثلجات، ماذا توقعت؟ سوف أكل القليل وأنتقل إلى مثلجات جادة. كم
جميل. مايلي، ستصابين بنزلة برد. الجدة آتية للمساعدة الآن. قبعة ووشاح. لا أريد أن تتحولي إلى جليد يا حفيدتي. شكراً جدتي، قمت بإنقاذي. وبالمناسبة، لقد صنعت آيس كريم لذيذ أيضاً. أنت الفائزة في هذه الجولة، مبروك. هاي حفيدتي، شكراً، أحبك. والآن أنا أريد كوكاكولا. هل تستطيعون تحضيرها؟ ماذا؟ كوكاكولا؟ هيا، أنا حقاً أريد. سيتم الأمر. الجدة قبلت المهمة. هذا سهل. لدي بالفعل زجاجة كولا. وانتهينا. أريد أن أشربها بنفسي. لا أستطيع المقاومة. أريد أن أشرب الكولا. نعم، إنه بارد جدا ولذيذ. أعشقه. هذه المتعة لا تقارن بأي طعم آخر. لا، لقد شربت كل شيء. لكن لا داعي للذعر، لدي حل. آخذ الشوكولاتة وأذوبها في قدر. هذا المطلوب. والآن كم هذا حار، مؤلم. يدي المسكينة. حبيبتي، ماذا بك؟ عليك ارتداء القفازات. شكرا جدتي، هذا أفضل بكثير. الآن أنا بحاجة إلى وضع الزجاجة هكذا. أضع القمع فيها وأسكب الشوكولاتة في الداخل. أقوم بتوزيع الشوكولاتة بالتساوي في جميع أنحاء الزجاجة. والآن أفتح عبوة أمندمز. لكن لماذا لا أستطيع فتحها؟ شكرا جدتي، الأمر أكثر ملائمة هكذا. رائع، والآن أضع الحلوى في الداخل. من يحتاج إلى الكولا عندما تصنع الجدة كل شيء طبيعياً بنفسها؟ أسكب التوت في الزجاجة وأضيف الكثير من العسل حتى يغطي كل التوت. هكذا بالضبط ما هو مطلوب. نعم، لقد انتهيت. ها هو مشروبي جاهز. الآن أنا بحاجة إلى تبريده. أضعه في الثلاجة وأنتظر قليلاً. ماذا سأفعل؟ بالضبط، أنظف. علي مسح كل بقعة. جميل، يبدو أن الوقت قد حان لإخراجه. بارد تماماً. أنا سأخذ الزجاجة فارغة وفام. سأقطعها إلى النصف. والآن أنا بحاجة إلى النوتيلا. أسكبها في الجزء السفلي وفي الجزء العلوي أيضاً. وبعد ذلك أقوم بنشر النوتيلا بالتساوي. هذا هو المطلوب. والآن أزيل البلاستيك. انظروا إلى هذه الكريمة الطازجة اللذيذة. أملأ القاع بالكريمة المخفوقة وفوقها الفراولة الطازجة اللذيذة. هكذا. وبعد ذلك طبقة أخرى من الكريمة والمزيد من الفراولة. كريمة مرة أخرى وقطعة كيك في الأعلى. أغطي الجزء العلوي وأخفي المنتصف بهذا الملصق. نعم، هذه تحفة فنية حقيقية. جدتي، هل هذه كولا؟ الآن سوف أضع ملصق أيضاً. هكذا. كوينتن، تستطيع التجريب الآن؟ واو، يا لها من مجموعة متنوعة. سوف أبدأ بهذا. هناك شيء ما في الداخل. كيا، أنا كلاعب كاراتيه حقيقي. هناك حلوى في الداخل. شوكولاتة أمندمز، فكرة رائعة جدا. ماذا حضرت الجدة لنا؟ أتساءل ماذا يوجد؟ إنه جيليه.
حلوى لذيذة، أنا أعشقها فقط. إذن الآن حان وقت تجريب الكولا الأخيرة. يا له من غطاء محكم. أوه، لحظة، إنها نوتيلا. أوه نعم، شهية جداً. من الأفضل أن أقطع هذه الزجاجة، ربما هناك شيء لذيذ في الداخل. يا إلهي، فراولة وكريمة، هذا مذهل، تشبه الكيكة. لكن من هو الفائز هنا؟ إنها جدة، لقد أدهشتيني. كم هذا لطيف عزيزي. اكتفيت من الحلويات، أريد معكرونة. أنتظركم بفارغ الصبر. معكرونة، سهل جداً. معكرونة، وكيف أحضرها؟ حسناً، أولاً سأسلق المعكرونة، لكنها لا تتسع. ليندا انظري، أولاً نقوم بتوزيعها، نأخذ ملعقة وسوف تغلي وتتسع بسهولة. هنا أتري؟ فهمت، ذكية، والآن سأعتني بخاصتي. أوه، ماذا يحدث؟ المعكرونة جاهزة؟ لا شكراً، الشيف الحقيقي يصنع المعكرونة بنفسه. أسكب جبلاً من الدقيق وأصنع حفرة صغيرة فيه. أكسر بيضتين في الداخل، والآن بعض الزيت، ويمكن أن أعجن العجين. هكذا، الآن أنا بحاجة إلى مد العجينة لجعلها رقيقة جداً جداً. الآن أرش الدقيق على العجينة وأقطعها إلى شرائح رقيقة جداً. والآن يمكن طهي هذه المعكرونة. أدعها تغلي تحت الغطاء وأخذ الروبيان. سأقليهم في مقلاة مع بعض الطماطم والأعشاب العطرية اللذيذة. أضيف كل هذا على المعكرونة، وبالطبع لا أنسى الجبن المبشور. واو، هذا فخم جداً، لكن خاصتي ليست أسوأ. أسكب العجين في كيس المعجنات هكذا، وأصنع ثقباً في الفوهة. يجب علي الانتباه جيداً. نجحت، والآن أضغط العجين في الماء المغلي وستطهى المعكرونة على الفور. يبقى فقط نقلها إلى طبق التقديم، وبشر الجبن اللذيذ عليها. تعرف الشدة أيضاً بعض الأفكار للمأكولات الراقية. القليل من الملح. جدتي، أريد أيضاً الملح. خذي. شكراً. لا، الغطاء كان مفتوح، ماذا أفعل الآن؟ وكيف أصلح الوضع؟ لا يمكنني إعطاء هذا لكوينتن، أفضل التخلص منه. لكن لدي فكرة، سأحتاج إلى لفافة علكة من هوبا بوبا. إنها تشبه المعكرونة تماماً، وفوقها أسكب شراب الشوكولاتة وبعض الحلويات. مزيج مربح للجانبين، يبدو شهياً جداً. كوينتن، أتمنى أنك ستستمتع به. شهية طيبة كوينتن. لنرى ماذا لدينا هنا، وقت التذوق. معكرونة جدة مثيرة للاهتمام. لذيذة. ماذا عن الشيف؟ ما هذه الأشياء؟ حسناً، سأتذوق. واو، هذا فعلاً لذيذاً جداً. حسناً، حان دور معكرونة ليندا، الطبق الأخير. نعم، إنها علكة. هذا ممتع، سوف أنفخ فوقها الآن. هذا فعلاً ممتع، ليندا أنت الفائزة. نعم، أنا أحسنت صنعاً.
هل أعجبكم تحدينا؟ إذن شاركوه مع أصدقائكم، ضعوا إعجاب واشتراك في القناة. أما الآن إلى اللقاء يا أصدقاء.